sera. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the closing session. مرحبا بكم إلى الجلسة الختامية لـ IGF 2013 الجلسة الثامنة. هذا هو السيد أسمن ساسوسومكو رئيس الجلسة لكي يتفضل بأخذ الكلمة. شكرا السيد ناسانجو. أصحاب السعادة، سيدتي وسادتي، يسعدني أن أفتح الجلسة الختامية للدورة الثامنة للـ IGF. نحن هنا نمثل مجموعات صاحبة المصلحة. معنا السيد إليا أرمسترونج، وأتحدث عن السيد بو هانغ بو، نائب أو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة. شكرا جزيلا سيد الرئيس. السادة الحضور، يسعدني أن ألقي الكلمة الختامية بناء عن نيابة عن الأمم المتحدة في الجلسة الختامية للدورة الثامنة للآي جي إف. أشكر وزير التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في جمهورية إندونيسيا الممثل هنا بالسيد أسمن فيسومكو، وأشكرهم على الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة وكافة الجهات الأندلسية التي نظمت هذا المؤتمر دون كلل أو ملل. أشكر هاندي وميدوس على أعمالهم، وأشكر المنظمات الدولية التي ساهمت ماليا وبالإضافة إلى المساهمة النوعية في تنفيذ هذه الاجتماعات، كما أشكر يونس من وزملائنا من مكتب جنيف على تقديم الخدمات الممتازة والأمن والترجمة الفورية والعمل المضني الذي قاموا به لإنجاح هذه الاجتماعات بالاشتراك مع ماج. أشكر أيضا فريق الكتابة على الشاشة، ونشكر المنظمين على ورشات العمل والجلسات المختلفة التي تعتبر أساسية في نجاح هذه الاجتماعات. وأخيرا وليس بآخر، أشكركم جميعا كممثلين لمجتمع الاي جي اف على مشاركتكم الفعالة والعميقة، وسعدت بأن أرى نشاط الأطراف المتعددة في هذه الاجتماعات. أي السادة والسيدات، حوالي 1500 عضو شاركوا معنا هنا في مالي من مختلف أنحاء العالم. في باكو كانت أعلى تمثيل من المجتمع المدني، وهذه المشاركة تعتبر مضاعفة. 135 ورشة عمل ومنتدى واجتماع تم عقده فيما يتعلق بحوكمة الإنترنت، وقد شاركتم فيها جميعا. في أجف هذا العام قد أتى في الوقت المناسب، حيث كانت هناك تهديدات تتمثل في الرقابة المراقبة والمسائل الأخرى التي يجب للأطراف المختلفة أن تتصدى لها وأن تقوم بعمليات أخرى في 2014 وما بعدها. عامي 2013 و2014 يضعان الرؤية للتقدم في حوكمة الإنترنت. في الشهر الماضي في الجلسة 68
تم التركيز على التنمية المستدامة كأساس لتحقيق الأهداف المرجوة، وأي طلب التعاون بكافة الأطراف، وقد اجتمعت اللجنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نيويورك، وطالبت كثير من الوفود بزيادة فتح الوظائف وزيادة الكفاءة وتحسين النوعية المنتج، وطلبوا بتدعيم المبدعين والمبتكرين. هذه المناقشات التي دارت أشارت إلى حاجة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشكيل التنمية المستدامة، ونحن حددنا أيضا فيما يتعلق بالحوكمة أهمية التنمية المستدامة، ويبدو أن حوكمة الإنترنت تستهدف كافة هذه الأهداف، وهناك رؤية مشتركة لنشر ثقافة الإنترنت وحوكمة الإنترنت بين كافة الأطراف، ولكي تصل إلى كافة الناس وتؤثر على حياتهم تأثيرا إيجابيا. أمام هذه التحديات، فإن هذا المنتدى الثامن للIGF يهدف إلى بناء الجسور، والمنتدى التاسع في 2014 سيدعو أيضا إلى مزيد من التمكين للتنمية المستدامة. ختام هذا المنتدى يقودنا إلى دورة جديدة من العمل المستمر حتى يستمر هذا المنتدى في النمو وتزداد العلاقات فيما بيننا قوة، ويزداد مجتمع الإنترنت صلابة. وأتمنى لكم مزيدا من النجاح، وأراكم في العام القادم، وشكرا لكم. شكرا السيدة سامسون على هذه الملاحظات. السيد ماركوس كومر هو المتحدث التالي، هو الرئيس المؤقت للاجتماعات. السيد كومر لكم الكلمة. السيد الرئيس، سيدتي وسادتي، الزملاء الأعزاء والأصدقاء، يشرفني ويسعدني أن أكون شاركت في الاجتماعات التمهيدية لهذا الاجتماع، و كان هذا المنتدى هو أفضل منتدى عقدناه على الإطلاق، المنتدى الثامن. أود أن أشكر زملائي من متعددي الأطراف المجموعة الاستشارية الذين وضعوا ونفذوا هذا البرنامج وساعدوا في إنجاح هذه الاجتماعات. عند إعداد هذا المنتدى أخذنا توصيات مجموعة العمل حول بكل جدية، وخاصة فيما يتعلق بالتوصيات الهادفة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات بطريقة تؤدي إلى الحصول على المخرجات وإلى التوثيق المناسب لكافة الآراء المختلفة، وعن طريق الأسئلة والأجوبة، وأيضا تأييد أو مساعدة الأطراف المختلفة على إبداء آرائها بالمشاركة في المناقشات. نحن نؤيد التكامل الإقليمي والوطني في تنفيذ كافة البرامج لبناء القدرات، وعن طريق جلسات التوجيه التي تيسر عملية التكامل مع القادمين الجدد. في هذا العام IGF قدم أجندة تتكون من موضوعات تتراوح ما بين دور الحكومات وحوكمة الإنترنت ومبادئ الأطراف المتعددة وحقوق الإنسان وجرائم الإلكترونية والسبام والتنمية المستدامة وأجندة ما بعد 2015. وكما هو الحال في السنوات السابقة، IGF قدم منصة فريدة من نوعها للتعامل مع الموضوعات بحوار بناء بين الجميع، وكان هذا تم التعبير عنه في مناقشات كبيرة حول المراقبة الحكومية، وكانت هناك آراء مختلفة أدت الحاجة إلى مناقشات متعددة الأطراف حول
إيجاد مبادئ عالية المستوى تقود الحوكمة في المبادئ الرئيسية وإقامة الثقة ما بين كافة الأطراف. وبمعنى آخر فإن الـ IGF لعب دوره بطريقة جيدة، إنه ساعد أيضا على تجميع الآراء وتبادلها حسب توصيات مجموعة العمل لتحسين أعمال الـ IGF. هذا الفريق حصل على تعدم كبير، هذه الطاقة لابد من المحافظة عليها بتمويل وتحسين أعمال سكرتارية الIGF، أمانة الIGF، وناشد الجميع أن يساهموا في هذه العملية. هناك المزيد من التحسينات مطلوبة والعمل الجدي مطلوب أيضا، لذلك وبالتالي فإننا سنبدأ من الآن الإعداد للمنتدى التالي. نحن سنعد من هذا الغد لاجتماعات منتدى التاسع عام 2014، وبالتالي لا بد من مراجعة العمليات ومناشدة الأطراف المعنية أن تقول لنا ماذا نجحنا فيه وماذا أخفقنا وما الذي ينبغي أن نفعله لتحسين أعمالنا في المنتدى المقبل. وأيضا سيكون هناك إعلان عن التعيينات الجديدة للإعداد للاجتماع المقبل في فبراير من العام التالي. وأشكر الأمانة التي قامت بهذا العمل الكبير بالموارد المحدودة. أشكر أيضا UNESA التي تمثلها إليا أرمسترونغ وما أبدته من تأييد للأمانة، كما أشكر المضيفين على كرم ضيافتهم وحسن تنظيمهم. شكرا جميل، شكرا لكم جميعا. شكرا للسيد قمر على هذه الكلمة. المتحدث التالي بيتر سانجرابا من المؤسسة الأندلسية لمقدمي الخدمات، وسيد بارباجان كان رئيس اللجنة التنظيمية الأندلسية. لكم الكلمة سيدي. شكرا سيد الرئيس على إعطائي الفرصة. هذه أول مرة أخشى أن أواجه فيها الجمهور، فسامحوني إذا كنت غير متمرك لأعصابي. سيدتي وسادتي، أيها السادة، أنا أتحدث بالنيابة عن جمعية مقدمي الخدمات الإندلسية التي أسست عام 1996 لتنظيم الخدمات ل 230 شركة، وقد تم تعييننا كشركة، والآن أصبحنا نخدم أكثر من 600 مؤسسة في إندونيسيا. الجمعية أيضا تقوم بنشر الإنترنت في 9 مناطق على مستوى الدولة، وفي عام 2010 بدأنا ووقعنا في 2012 الاتفاقية بين المجتمع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بدعم من الحكومة الإندونيسية. ومنذ ذلك الحين نحن ملتزمون بعملية الحوكمة بين مختلف الأطراف في إندونيسيا. استعدادنا لمنتدى 2013 لم يكن سهلا، ولكنه كان يمثل الانفتاح الفكري والتعاون بين مختلف الأطراف الذي نعتقد أنه سيكون ستعزز في الأجيال المستقبلية. اللجنة التي تمثل مختلف المؤسسات ومختلف الأطراف قامت بتنفيذ هذه الأنشطة
لعقد المنتدى الثامن بمشاركة كثير من مقدمي الخدمة، ونحن سعداء جدا لأن نظام IPv6 أصبح يمثل 20% من كافة أنشطة المرور في IGF. نيابة عن المجتمع الإنترنت الإندونيسي، أعرب عن خالص الامتنان لليون ديسا والأمانة الأمم المتحدة وكافة أعضاء الجهات العاملة المشاركة في هذا المنتدى في إندونيسيا في بالي، ونشكر كل من قام بمساعدتنا دوليا ومحليا، وأشكر وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية والاتصالات الإندونيسية على هذا الدعم الطيب. وأخيرا وليس بآخر، فأود أن أتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة والمتطوعين، وأشكرهم على إخلاصهم وعملهم الجاد، ولولا هذا النشاط لما تمكننا من هذا الإنجاز. أشكر جميع أعضاء اللجنة والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاز هذه المهمة. وفي نهاية كلمتي أود أيضا أن أشكر كافة المشاركين على إسهاماتهم وعلى مشاركتهم في المناقشات، وآراءكم وأفكاركم سوف نضعها موضع الاعتبار في المستقبل القريب. وأخيرا نعتذر عن أي تقصير أبديناه خلال هذه الفترة. أرجو لكم رحلة سعيدة وأن تعودوا إلى أوطانكم سالمين، وشكرا لكم. شكرا للسيد بانجربان على هذه الكلمة الطيبة، وأشكر جميع المتطوعين أيضا. المتحدث التالي الأنسة أنا رخيل إن رخيل شكرا سيد الرئيس. سيدتي وسادتي، يسعدني أن أكون هنا معكم وأن أحضر المنتدى الثامن للأجيف في بالي، ونيابة عن زملائي أود أن أشكر الدولة المضيفة على الترحيب الحار الذي قبلنا به هنا. وفي مطلع هذا الشهر كنا مشغولين بالعمل في مجال البنية التحتية ومناقشة الحوكمة، وحددنا ضرورة تكثيف الجهود في هذا الصدد، وبالتالي كان علينا أن نجمع كافة الجهود على المستوى العالمي بين كافة الأطراف. هذه الجهود واجتماعنا هنا في بالي سمح لنا بأن نجمع الأطراف المعنية لكي نحدد الطريق إلى المستقبل. ومرة أخرى IGF أبدت أهميتها كمنظمة تشجع على الحوار في حول القضايا الدقيقة، لأن هذه الإنجازات لا يمكن لأي طرف أن يقوم بها وحده، بل لابد من الوحدة فيما بين جميع الأطراف. إن الإطار التنظيمي يحتاج إلى مزيد من التعزيز بالوسائل التكنولوجية. صناع القرارات عليهم أن يفهموا ما هو ممكن من الناحية الاقتصادية، وعلى صناع السياسات وعلى رجال التكنولوجيا أن يفهموا ما هو مقبول اجتماعيا. الشركات ومجتمع المدني عليهم التأكد من ضرورة تحقيق
تحقيق أهدافهم والتصدي للمشاكل التي يعانينا منها، وأن تكون هناك خطوات مأمونة وتقدمية إلى الأمام. ولهذا السبب فإن الحوار بين كافة الأطراف والمجموعات يعتبر أساسيا لكي يكون هناك نظام إيكولوجي صحي للإنترنت. وقد تابعنا بكل اهتمام المناقشات التي دارت وخاصة خلال هذا الأسبوع في المنتدى الثامن للIGF، كان هناك بيان قوبل بإيجابية، بيان مونتفيديو قد قوبل بإيجابية كبيرة في هذه الاجتماعات، وهذه المناقشات ستستمر في المستقبل بعد انتهاء أعمالنا هذه بكل انفتاح وكل تعاون. ونحن نشجع المشاركة الواسعة من كافة الأطراف، الحكومات والمجتمع المدني والشركات ومجتمع العمل التكنولوجيا في مساندة الIGF والمشاركة في أعماله. هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في التخطيط والإعداد للاجتماع المقبل المرتقب في البرازيل في عام 2014. وهذا الاجتماع في البرازيل لم يكن موضوع نقاش في مونتفيديو، ولكن علينا أن نعرف كيف نتعامل مع تحديات الحوكمة، حوكمة الإنترنت، والمحافظة على الروح التعاونية الصريحة والتعاون بين الأطراف. وقد شاهدنا هذا في اجتماع بالي، والحقيقة أنه من أجل تحقيق حوكمة الإنترنت هذا يرجع للفضل فيه يرجع للإعدادات لمؤتمر البرازيل. علينا أن نبني على ما حققه منتدى IGF في بناء، وعلينا أيضا أن نبني قدرات الIGF لكي يدير الاجتماعات المقبلة بنجاح. الأمانة المنتدى قليلة الموظفين في أو تفتقر إلى عدد من الموظفين، وبالتالي يجب تعزيز هذا العدد وتأمين قيام هذا المنتدى بأعماله بطريقة مستدامة وتعزيزه ماليا، كل حسب إمكاناته. هذا مطلوب من أجل حماية الإنترنت والمزايا التي يمكن أن تعود على كل منا. علينا أن نعمل على تقوية الأمانة، وعلينا أن نساعدها أو أن نتحدث مع الجهات المانحة. وكما أن عليكم أن تخاطبوا أمين عام الأمم المتحدة بأن وظيفة المستشار خالية منذ 3 سنوات، وبالتالي علينا أن نملأ هذه الوظيفة. وأشكركم على توصيل هذه الرسالة للسيد أمين عام الأمم المتحدة. وكما سمعتم من اللجان المحلية لعلكم لاحظتم أن الخدمات في هذا المنتدى تم القيام بها بنسبة 20% على IPv6، وهذا إنجاز كبير. تم استخدام 30 ميجا بايت من 150 ميجا بايت خلال هذا الأسبوع، أي ما يمثل 20% من إجمالي حركة الIGF. أشكر الدولة المضيفة على كرم ضيافتها وعلى حسن تنظيمها لاجتماعات هذا العام. الوجوه المبتسمة ساهمت في إنجاح أعمالنا، وشكرا للأمم المتحدة وللأمانة على عملها وعلى شينغ تاي وفريق عمله. أشكره على حسن تنظيمه لهذه الاجتماعات المهمة وفي هذا الوقت القصير. شكرا لكم على حسن استماعكم. Thank you, Messi. شكرا للأنشا يوبينو مشيتا بلاتشمي المعهد
HIVOS. الأنسة لاكسمي لها الكلمة. شكرا سيدة الرئيس. الضيوف الأعزاء، المشاركون الأعزاء، سيدتي وسادتي، إن هذا الحدث بدأ في نوفمبر 2012 عندما بدأنا في إندونيسيا إقامة منتدى الإنترنت، حوكمة الإنترنت الأندونيسي. إنه ليس أمرا تقنيا، ولكنه أيضا يشتمل على قضايا مثل الاقتصاد وحقوق الإنسان والقانون والأمان والتعليم والتنمية. أنت حكامة الإنترنت الإندونيسي يعتقد أن مبادئ أصحاب المصلحة المتعددين ينبغي أن ينعكس في عملنا من بداية إلى النهاية. لقد قمنا بتنفيذ هذا المبدأ أثناء الإعداد لهذا المؤتمر، وأشركنا الأعمال وجهات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين، وذلك بإخراج ممثليهم في اللجنة التشريعية التنظيمية. وهذه العملية انعكست أيضا وتشكلت وأعطت دعما ماليا لهذا المنتدى. ونحن نعتقد أن الحفاظ على هذا المبدأ ضمن مجتمعات الإنترنت الإندونيسية إنما تشكل الطريق إلى الأمام. إن الدور الذي طلعت به المجتمع المدني وغيره من المجتمع المدني، ونحن نؤكد بالاستمساك بمبادئ المساءلة والشفافية، وأقول أن ممارستي قررنا أن هذا البيان المالي الذي تم تقحيحه في منتدى الاي جي اف الثامن، واسمحوا لي أن أعرب عن خالص امتناني لمن ساعد على الإعداد لهذا المؤتمر، وأن أقر بالطاقة والحماس الذي شادنا جميعا. ونريد أن أشكر من قام بمساندتنا والرعاة والمشاركين. أشكركم شكرا جزيلا، ونراكم مرة أخرى في الاي جي اف القادم. شكرا للسيدة لاكشمي. نشكر أيضا من قام بالتنظيم للاي جي اف، اي جي اف اندونيسيا. المتحدثة التالية هو السيد باري ورئيس الاي اي اي من الهند، ورئيس اللجنة الفيدرالية لغرف الصناعة والتجارة في الهند، السيد بهاتيا. سيادة الرئيس، الضيوف الأعزاء، المشاركين الكرام، أولا نيابة عن الأعمال أود أن أتقدم بالشكر. تريما كاشي بالي، أشكرك بالي. وإذ يقارب الاي جي اف الثامن على الانتهاء، أود أن أتقدم بالشكر لغرف التجارة والصناعة الدولية ومجتمع المعلومات على الدعم الذي قدم، وأيضا بالأصالة عن نفسي والأعضاء نيابة عن الأعضاء. نود أن نتقدم بشكل حكومة أندونيسيا على كرم الضيافة وعلى الفرصة للانعقاد في مدينة الجميلة بالي لعقد هذا المؤتمر هذا العام. لقد ناقشنا بعض القضايا الملحة الخاصة بالأمان وأيضا النفاذ الإنترنت، وأعتقد أن هذا يواصل تواصلنا كقوة غير مسبوقة وإيجابية. ونحن تبادلنا أفضل الممارسات وناقشنا في موضوعات عدة يمكن أن تؤدي إلى طرح سياسات أسئلة للسياسة لتقدم الإنترنت والنشوة التحديثات المتحركة، وأيضا
موضوع الخاص بالرقابة الحكومية، وأيضا ما يحدث للممارسات التجارية للبيانات، وبطبيعة الحال المناقشات التي جرت حول حقوق الإنسان وحرية التعبير والأمان، وأيضا حماية البيانات التي تمت في إطار مبدأ أصحاب المصلحة المتعددين، وأيضا نموذج الأصحاب المصلحة المتعددين ونموذج للحوكمة. وأعتقد أنه آن الوقت لكي نقوم بإعادة الطاقة لمفهوم وممارسة المشاورة بين أصحاب المصلحة المتعددين، وفي وقت عيننا أن ندعم المزيد من التعاون ضمن جميع المنظمات والمنظمات المجتمع المدني القطاع الخاص والحكومة والأكاديميين وأيضا المجتمع التقني. وعلينا أن ندعم هذا النهج بدلا من إنشاء كيانات أخرى. ومن الأهمية بمكان أن ندعم التعاون بين المجموعات المتنوعة لبناء النهج الموحد لتطوير سياسة الإنترنت. وهناك مبادرات لدعم مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين من مونتفيديو وحتى البرازيل. إن الأعمال إنما تبرز الأهمية والحاجة لجميع المبادرات لإيجاد هيكل وطريقة مهيكلة، وذلك لإشراك البناء والملائم لجميع أصحاب المصلحة المتعددين، ومن أجل التأكد من وجود الشفافية وأيضا المساءلة. ونحن ندعو الجميع للمساهمة كي يصبح دائما الاي جي اف هو المكان الذي يحظى بجميع المشاركين، ويتم تمثيل أصحاب المصلحة المتعددين على قدم المساواة. وأيضا لا يعوق أي شيء من الجميع للمشاركة. وإذ ننظر إلى هذه المبادرات فإننا نفكر بأن المشاركة المشتملة تقع في قلب النتائج الناجحة في المستقبل. وهناك حدثت تغيرات كبيرة في هذا العالم، فالعالم أصبح يفهم الدور الهام الذي تطلع به السياسة الحكومة في الانترنت العالمية. ونتيجة لذلك فإن حوكمة الانترنت يحظى لدراسة كبيرة، وعلينا أن نعمل معا لضمان الأمان، ويمكن أن يواصل النمو، وذلك في طريقة تدعم توفرها. وأيضا لا ينبغي أن نلقي بظلال الشك على الإنترنت، وأن الحكومات لديها دور تطلع به في مناقشة السياسات الإنترنت. وأيضا الوصول إلى نتائج مستدامة يتطلب الاحترام، وأيضا أن يكون هناك فهم شامل لتداعيات أي قرار على صعيد السياسة. ولكي أختم هذه الملاحظات، أعتقد أننا أنجزنا الكثير على مدى الأيام الماضية وأيضا على مدى السنوات الثمانية الماضية، ومن ثم علينا أن نواصل الأعمال بعد 2015. وأعتقد أن النهج المتعدد الأطراف للنهج الحكومة الدولية إذا حكومة الإنترنت واضح، وأن البقية يقع على مجتمع الأعمال لدعم الدور الديناميكي الذي تطلع به الإنترنت. ومن ثم ينبغي أن نعزز من الآليات المالية والسياسية التي تدعم الاي جي اف والتي ورياداتها كما ذكر المتحدثون من قبلي. وعلينا أن ندفع دائما وندافع ونعزز من ويب منفتح وحر، وأيضا أن نقوم على خدمة المجتمعات وأن نمكن وخاصة تلك المجتمعات الخاصة بالمعوزين. وشكرا جزيلا للسيد باتيام. والآن أدعو المتحدث التالية السيدة تايلر كيسا تايلر.
أسعد الله مساءكم جميعا، وأشكر بالي أندونيسيا على استضافتي هذا المنتدى. من كل ما وليت وجهي وجدت الابتكار وود وكرم ضيافة الشعب الاندونيسي، ومن يعود اهم مستفيد للانترنت هم المستخدمين. وانا انت اتحدث نيابة عن المجتمع المدني اليومي لتنوعه وايضا واسع، وأعتقد أن هذا المنتدى يمكن أن يحقق نموا للتنمية المستدامة والنمو في الإنترنت. وهنا هذه ممارستي ومشاركتي والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، أعتقد أن هذا يشكل نجاحا كبيرا. وأعتقد أيضا أن المشاركة الإلكترونية، لأنني أعلم أنه في الوقت ليست فقط المسافة ولكن عدم وجود الدعم والموارد يمكن أن تمنع المشاركين، ناهيك عن الوعي المحدود واللغة. وفي هذا العام رأينا انخراطا أكبر من جانب الشباب والنجاحات المتلاحقة للآي جي اف، وأيضا الفرص والإمكانات التي أمام نهج أصحاب المصلحة المتعددين، ليس فقط من أجل إنجاز التنمية الاقتصادية ولكن أيضا يمكن أن يمهد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة. ومن المقدر أن 2020 سيكون هناك سنصل إلى 40 زيتا بايتس ل 40 تريليون جيجا بايتس، وأعتقد أن هذا يشكل فرصة سانحة للمشاركة المجتمع المدني. ويمكن أن نلاحظ أننا المزيد من المشاركة، وتمت الزيادة الكونكتيفيتي مما ساعد على المزيد من المشاركة. يمكن أن نبتكر المزيد من التكنولوجيا حتى تتوفر لدينا المشاركة سواء كنا على مسافة بعيدة أم لا. واليوم فإنني أقول بأن زادت المشاركة، وذلك بسبب انتشار استخدام الهواتف المحمولة. وإذ أتي من ترينداد أند توباكو وهي جزيرة صغيرة، فإن التحديات الماثلة أمام الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق وأيضا الدول والاقتصادات الريفية والاقتصادات الأقل نموا إنما تشكل تحديا كبيرا. لقد كنت من استفادوا باستخدام الانترنت عن بعد، ولكن ايضا ينبغي ان نشكل ونركز على الخصوصية وايضا الاشتمالية واخلاقيات هذا الاستخدام لسنوات عديدة. واعتقد اننا بدأنا في ورش العمل ان نناقش هذه التحديات، ولكن نظرا لان تطوير التكنولوجيا تواصل أن تتداخل مع استخدام الإنترنت، وأعتقد أن هذا يدعونا لأن نتواصل وأن نتصدى لهذه التحديات. ولكن زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، أعتقد أن هذا يمكن أن يحل الكثير من المشاكل. وأعتقد أن البيانات المحدودة وهذا العالم للبيانات المفتوحة، فإن هناك شخص ما في مكان آخر يمكن أن يقوم بشيء مفيدا. ومن ثم فإننا نواصل أدعو في مواصلة المناقشات، وأيضا أن ندعم التنسيق والتعاون حتى نتأكد من أننا سنتوصل إلى الحلول الصحيحة للمشكلات الماثلة وغير المتوقعة يتم الوصول إليها. وآمل أن مناقشات هذا الأسبوع وود وصداقة الشعب البالي سيساعدنا كثيرا. وأشكركم على إعطائي الفرصة الفرصة التي أولوتموني إياها لكي أتحدث نيابة عن المجتمع المدني. وأخيرا ترماكاشي،
شكرا جزيلا على هذه الملاحظات، ويبدو أن الجميع بدأوا في تعلم الكلمات الأندونيسية تريمكاسي. وأيضا هذا يوم الجمعة وفي أندونيسيا نعود إلى مكاتبنا، نترك المكاتب السفير من فيلو من الإدارة الشؤون التكنولوجية والعلمية في وزارة العلاقات الخارجية من البرازيل. هل يوجد أي شخص من البرازيل؟ لدينا أبرتون معنا. أبرتون Thank you very much, Mr. President. Actually, Ambassador Benedicto. السفير بنديكتو كان عليه أن يغادر بالي نظرا لموعد طائرته، ونيابة وباسم حكومة البرازيل أود أن أتقدم بالتهنئة لكم على الاجتماع الممتاز والفرصة لنا جميعا لكي نناقش بكل انفتاح وكل صراحة كافة القضايا المتعلقة بالشغل الأعلى ولمستقبل حوكمة الانترنت. ويمكن أن نرى التمثيل الرفيع الذي جاءت به حكومتنا، والسيد برناندو الذي تقدم بكلمات استهلالية في مراسم الافتتاح، وهذا إنما ينم على الأهمية التي توليها حكومتي لأعضاء للآي جي إف. وقد رأينا تبادل للآراء بين أعضاء المجتمع المدني والأعمالي ومجتمعات الأكاديمية. إنه لمن دواعي الشرف بالنسبة لنا أن نأتي هنا بمقترح منفتح وبدعوة مفتوحة، وأجدد للجميع لكي نقوم بالانضمام في التخطيط والتنظيم والمشاركة في الاجتماع الذي سنستضيفه في البرازيل العام القادم. إنه بهذه الملاحظات الختامية أترككم بدعوة مفتوحة، وأشكر لكم كامل الاهتمام والتبادل الحيوي الذي قمنا به في خلال هذا المجتمع البناء. الشكر أيضا موصول للأمانة والمنظمين ولكل من كرس جهوده لإنجاح هذا المؤتمر وهذا الحدث العظيم. أشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا. والآن المتحدث التالي السيد إكرميو من مدينة المكسيك، السيد نيور. إن وفد المكسيك إنما يود بداية أن يعرب عن الشكر لحسن تنظيم هذا المنتدى، ونحن نرحب أيضا بوجود مختلف القطاعات التي حضرت هذا المنتدى، وأركز أيضا على الطبيعة الاجتمالية والشفافة. ونحن نتطلع إلى الأمام، وإذ نحن نطور سياسات من شأنها التطوير الرقمي والذي يسمح للنفاذ للتكنولوجيا للجميع، ومن شأنها أن تحسن من السياسات في هذا المجال. إن الفضاء الرقمي إنما يواجه قضية كبيرة، علينا أن نتصدى للتحديات هذا القرن فيما يتصل بالتكنولوجيا. لأن التنمية الرقمية وما حققته المكسيك في تكنولوجيا الاتصالات، وإذ يقع علينا المسؤولية العالمية، ومن ثم فإنه
حكومة المكسيك والتي قررت أن تطور من هذا النوع من التنمية، إذ أن في يونيو 2013 أن نشرت دليلا تاريخيا حول هذا الأمر، ونحن نحاول أن نوجد قدرة اقتصادية أفضل في هذا المجال، ونحن نحاول التأكد من التغطية العامة للاتصالات والإنترنت وتوفير وسائل الولوج للجميع، مما يؤكد المحتوى للجميع، وهذا إنما يساعدنا على بلوغ أهدافنا النهائية، ألا وهي أن توفر النفاذ المجاني للجميع. وهذه مسؤولياتنا، علينا أن نضمن التكنولوجيا وأن نضمن الاتصالات بما في ذلك المستويات البرود باند أو الموجة العريضة، ولدينا أهداف لتطبيق التدريب والاتصالات، ونحن نحاول أن نحسن من التنمية بتحسين الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات. ونحن نعتقد أننا في المكسيك إنما أمامنا فرصة، وفرصة تاريخية، ونحن نؤمن أننا يمكن في المكسيك أن نحقق هذه القفزة بتعزيز البنية التحتية الموجودة، وأن تكون الإنترنت متاحة للجميع. يجب أن نحسن من المستويات المعيشية للجميع دون استثناء، ولهذا إنما الاي جي اف له دور وله أهمية، له دور بناء، ونحن في حكومة المكسيك إنما على استعداد أن نشارك في هذا. رأينا العديد من أصحاب المصلحة المشاركين، وفي 2017 فإن حكومة المكسيك ترحب بكم، ونحن نشارك في بكل نشاط في حوكمة الإنترنت، وآمل أن نحقق الأهداف الاستراتيجية، وآمل أن أراكم في المكسيك في عام 2017. شكرا جزيلا للسيد ماير. والآن أدعو ممثل الدولة المضيفة السيد تايفون أكرك، رئيس وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيد أكرم دوره من وزارة النقل والاتصالات لتركيا. شكرا سيادة الرئيس. الضيوف الأعزاء، أود بداية أن أقدم أنفسنا. أنا دكتور تايفون جرارة، وأنا رئيس الاي سي تي تايفون، وإن هيئتي تتعامل مع جميع القضايا التنظيمية للآي سي تي، وأيضا كل ما يتعلق بالإنترنت في تركيا. وأود أن أقدم أيضا السيد إيشان دورو، وهو يقوم وهو من أحد مستشاري وزارة النقل والاتصالات، وأشكركم على اختياري إسطنبول كمدينة يتم استضافة هذا الحدث القادم فيها. وأعطي الكلمة وأقدم السيد دورو الذي سيعطي المزيد من المعلومات الإضافية حول الاي جي اف التاسع في عام 2014. وأشكر الجميع وأشكر الدولة المضيفة اندونيسيا على كرم الوفادة، وشكرا جزيلا. شكرا لدكتور الجريش. نعم، اسمي عصام أردو، وأنا مستشار وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية بتركيا. أود أن أعلن رسميا أن وزارة النقل والاتصالات بتركيا هي الدولة المرشحة لاستضافة الاجتماع التاسع للآي جي اف لعام 2014 لتنظيم هذا الاجتماع في مدينة إسطنبول الخلابة.
وكجمهورية في تركيا فنحن نؤمن تمام الإيمان بالأطراف أصحاب المصلحة المتعددين، ونرى أن الاي جي اف هو المنبر والمنصة الملائمة لمناقشة كل هذه القضايا. إن التحديات التي نواجهها كواضع السياسات ومتخذي القرارات يمكن أن يتم التعامل معها على أمثل وجه خلال هذه المنصة. تجرى مناقشات مكثفة وبناءة وجميعها تساعدنا على إرشادنا ونحن بصدد وضع السياسات، ونحن نواصل عزمنا على تقديم يد العون والمساعدة من أجل إنجاح المؤتمرات المستقبلية. ومن ثم فقد اهتممنا باستضافة الاجتماع في العام القادم، ونحن نقدر جميع الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة وغيرها من الأطراف أصحاب المصلحة للحفاظ على استمرار وتقدم وتطور منتدى الاي جي اف. كما نقدر أيضا الدعم المقدم من الأيكان، وكما يعلم الجميع منكم بالفعل فإن الأيكان قد اختارت إسطنبول كمركز رئيسي بعد لوس أنجلوس من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها. وكل الحكومة التركية ومنظمات المجتمع المدني وأيضا الأفراد نقدر مساعدة وإدارة الأيكان والسيد ستيف المدير العام ومدير مجلس الإدارة السيد ستيف وكل الأعضاء لاتخاذهم هذا القرار، ونشكر أعضاء الأيكان لهذا القرار البناء. نود أيضا أن نؤكد دعمنا لتدويل الأيكان وأيضا لاختيارهم لإسطنبول لتصبح مقرا رئيسا ومركزا أساسيا. ويسعدنا أن نرى أن هناك الكثير من الكيانات الدولية قد اتخذت إسطنبول كمقر لها. والآن نعرض فيديو على مدينة إسطنبول ودولة تركيا. We would like to invite
invite you all to 9th IGF. نود أن ندعوكم جميعا في الاجتماع الذي سيعقد في شهر سبتمبر أيلول عام 2014 في مدينة إسطنبول، ونؤكد لكم أن إسطنبول ستظل في ذكراكم، ونتمنى أن نراكم جميعا هناك. شكرا لكم. شكرا جزيلا على هذه المعلومات التي قدمت بالنسبة للاجتماع القادم، ونتمنى أن نراكم جميعا في تركيا. قبل الكلمات النهائية، أدعو السيد شينغتاي من أمانة الاي جي اف لأن يقدم لحضراتكم بعض المعلومات، فتفضل. Thank you very much, Chair. شكرا حضرة الرئيس. في البداية هناك تصويبان. المتحدث من المكسيكو من أراد أن يذكر عام 2016، حيث يتم خلال هذا العام زيادة أو مد الصلاحيات، كما أن السيد من تركيا كان من المفترض أن يذكر 2014 بالنسبة لاجتماع العام القادم بدل 2015. أود أن أدلي ببعض الكلمات الموجزة. إن هذا الاجتماع وهذا العام كان من أهم الأعوام وأكثرها اهتماما بالنسبة للآي جي اف، وأود أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني للجميع. ولكن في البداية سأحاول أن أذكر بعض الأشخاص. أولا أود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان للجنة المنظمة الإندونيسية، فقد عملنا سويا وقضينا وقتا طويلا في التواصل مع جميع الأطراف من أجل تنظيم هذا المؤتمر، فالشكر موصول لهم، وخاصة الأشخاص من وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات. خالص الشكر الخاص للسيدة أستون والسيد الرئيس الفخري للماج والسيد موجانو ممثل الماج من اندونيسيا، خالص الشكر له، فقد كانت مبادرة منه. وأيضا أود أن أشكر الرئيس من الأبجي السيد سامي، شكرا لك يا سيد سامي. والشكر الخاص لهندوستان. أعتقد أنه عندما رآني لأول مرة عرف أنني سأسبب له أعباء ثقيلة، ولكن أقدر كثيرا تحمله لهم، فكنت أتصل به في أي وقت حتى في الواحدة من الصباح بتوقيت إندونيسيا، وكان دائما موجود لمساعدتي. الشكر لدنيا وشيتا، خالص الشكر. لقد تعاملت معهما في كل اجتماع من الاجتماعات من أجل تنظيم هذا المؤتمر. وأخيرا من اللجنة الهندية أشكر أولا، ولا أعرف إذا كانت موجودة هنا أم لا. أولا كانت السيدة التي قامت بتنظيم عدد كبير من الفعاليات وكانت متواجدة دائما. وأخيرا وليس آخرا، من جانب الأمم المتحدة أود أن أشكر بصورة خاصة إليون سترونغ من مشروع الإدارة سلافا وفيتيريا وفيكتوريا، وبالرغم من أنهم ليسوا معنا إلا أن الشكر واجب للجميع. شكرا لكل من ساعدنا. وكما تعلمون فبالنسبة لفريق الاي جي اف فان الجهد كان جهد فريق عمل، وارجو من السادة الموجودين ان يقفوا، بعضهم صغير في السن، لورا وغيرهم موجودون هنا.
هذه هي لورا موجودة على يميني، شكرا لك. وبراين وهو موجود في نيويورك، وشيرينا التي تطوعت من أجل الانضمام للمساعدة. وكما تعلمون فإن فكرة الأمانة تعتمد على التطوع، وقد كانت دائما معنا من أجل تقديم العون والمساعدة. وأشكر أيضا أندم الذي ساعدنا كثيرا، لقد عملوا جميعا لساعات طويلة، وأتوجه بخالص الشكر لهم، فانزواي وإدموند وكل الجميع الذين ساعدونا في تنظيم هذا الحدث الهام. ودانيال إذا كان موجود معنا، هذا هو دانيال الذي ساعدنا في البداية منذ التنظيم الأولي لهذا المؤتمر. ودانيال لديه نحو 48 عاما من الخبرات أو ربما يزيد عن ذلك. ولدينا أيضا شخص من داخل الفريق، سيريانيات، لا أعرف ما إذا كانت موجودة معنا أم لا، ولكنني أود أن أذكرها وأتوجه لها بخالص الشكر. وأود أيضا أن أذكر فريق الترجمة الفورية وفريق الأمم المتحدة والفريق المسؤول عن البث وإوادا الذي أتى من نيروبي. وأعتقد أنكم قد عرفتم أن الأمر قد تحسن بصورة كبيرة هذا العام، فالأبجي قد عمل وتطور على صعيد البث المباشر عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الأمور التقنية الأخرى. وطبعا أذكر كل من أشرف على المؤتمرات الصحفية. وكريش، شكرا على مراعاتك للجانب الأمني. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر ماج، لقد نظمتم برنامجا ممتازا. وأشكر ماركوس الذي رأس الماج. وبالطبع هناك فكرة المجتمعات المحلية، إن هذا الاجتماع ما كان له أن ينجح دون أن يكون هناك مشاركة من المجتمع المحلي ومن مختلف الأطراف ذات المصلحة التي أتت من كل حدب وثوب، فخلص الشكر لهم. شكرا لكم جزيل الشكر، ميرسي، وأقولها بلغة الفرنسية الضعيفة، وأقول لكم شكرا باللغة الإندونيسية. إذا فهمتموني فهذه كلمات شكر باللغة الإندونيسية في الختام. Thank you, Mr. Sengatai. شكرا للسيد سينغتاي. في البداية أعتذر عن الأخطاء الخاصة بالأرقام والسنوات، ويبدو بعد الاي جي اف فإن مهاراتي الرياضية تسوء قليلا، فقد خلقت ما بين رقمي 14 و15. في الختام اسمحوا لي أن أتقدم بالكلمات الموجزة الختامية. سيداتي سادتي، لقد شرفت بالحديث أمامكم في هذه اللحظة التاريخية نيابة عن وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا بإندونيسيا. وأود كذلك أن أشكر اللجنة المنظمة على كل الجهد المبذول من أجل تنظيم هذا المؤتمر. لقد رأينا خبرات طويلة ساعدتنا كثيرا في عقد هذا المؤتمر. وأود كذلك أن أتوجه بخالص الشكر للجميع الذين ساعدونا من أجل عقد هذا المؤتمر في مدينة بالي. وأتوجه بخالص الشكر لجميع المشاركين وجميع المتحدثين لمدخلاتهم القيمة. وإني على ثقة تامة من أن أسئلتكم وتعليقاتكم وبياناتكم أدت إلى إثراء الجميع والمساعدة. السادة الحضور، سيدتي سادتي، نحن نعلم أننا ناقشنا خلال هذا المؤتمر الكثير من القضايا ذات الصلة بالأطراف المتعددة. نحن نعلم أن مسؤولية حوكمة الإنترنت هي مسألة جماعية تشاركية
تشمل المجتمع التقني، المجتمع المدني والحكومات. كل هذه الأطراف يجب أن تكون قادرة على تعظيم الأنشطة الإيجابية والتقليل من الأنشطة السلبية. ونحن نعرف أن الأمر قد يختلف من دولة إلى دولة، ولكنني على ثقة تامة من أننا نستطيع أن نواصل جهدنا بنجاح. السيدات والسادة، السادة الحضور، إن كلمات العالم الافتراضي والعالم الإلكتروني قد أصبحت شائعة الاستخدام، ولكننا نتحدث أيضا عن ضرورة وجود منظومة للقيم. لقد تحدث الجميع عن ضرورة الحفاظ على هذه القيم في العالم العادي والعالم الافتراضي، ومن ثم يجب على المجتمع المعني أن يعمل من أجل أن يكون هناك عالم افتراضي وعالم عبر شبكة الإنترنت آمن للجميع ويعود بالنفع على الجميع. إن عدد من المنتديات الدولية مثل المجموعة الاستشارية ومجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2011 وعام 2012 عمل على مراجعة المقالات المواد التي تتعلق بالحوكمة وبتنظيم الانترنت، كما كان المؤتمر الدولي الذي عقد في دبي حول أمن الشبكة العنكبوتية قد ساعدنا كثيرا على زيادة تعاوننا. ومن ثم فإن إندونيسيا ستحاول جاهدة أن تواصل هذا الجهد، وقد قمنا فيما مضى بتنظيم عدد من اللقاءات وعدد من الاجتماعات، وقد ذكرنا بعضها بالفعل بالإضافة إلى الاجتماع الذي سيعقد عام 2014. ونحن نعلم أيضا أن هناك الاجتماع الذي سيعقد في ديسمبر من العام الحالي في بالي من أجل مناقشة القضايا التي تتعلق بأداء الأعمال الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. ونحن نؤكد على أن القمة العالمية لحوكمة الإنترنت ستساعد أيضا والتي ستعقد في العام القادم. السادة الحضور، سيداتي، سادتي، سنعود إلى منظمتنا، إلى دولنا، و نخوض في أعمالنا كما كانت، ولكننا نتمنى أن تأخذوا كل ما نوقش في كل جلسة من الجلسات البؤرية حتى تستطيعوا في بلدانكم أن تعززوا من التعاون متعدد الأطراف. وأخيرا ليس آخرا، إن مدينة بالي الخلابة ستظل دائما في مخيلتكم. إذن بهذه الكلمات أعلن ختام الاجتماع الثامن للآي جي إف. شكرا لكم وعودا حميدا إلى بلدانكم. شكرا جزيلا لكم، وأعتقد أننا الآن سنختم كل شيء بطرقة المطرقة كما بدأناه بطرقات المطرقة. شكرا لكم.